السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة انتوا وكل حبايبكم، ويا رب مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومكسرة الدنيا وما عندكمش اي مشاكل. وحتى لو عندكم مشاكل، احنا هنا على قناة طيور فوق السطح دايما بنحاول نحل المشاكل دي ونعرض لكم كل الطرق الممكنة الغير مكلفة، الطرق الموفرة في حل مشاكل تربية الطيور، او لو ما فيش مشاكل بنعرض لكم برضو الطرق الغير مكلفة والموفرة في زيادة انتاج الطيور بتاعتنا سواء كان من البيض او اللحم. بصراحة النهاردة احنا مش هنتكلم عن الانتاج، هنتكلم عن مشكلة بتحصل للبط خصوصا. المشكلة دي هي اسمها الافتراس، وكلنا عارفين طبعا مشكلة الافتراس. ونصيحة كده ملهاش علاقة بالموضوع وليها علاقة بالموضوع، ما ترميش الشباشب بتاعتك، الشباشب القديمة ما ترميهاش، وهقولك ليه في آخر الفيديو أو في وسط الفيديو أثناء ما احنا بنتكلم هقولك ايه اللي ممكن يخلينا نتجنب مشكلة الافتراس عن طريق الشباشب القديمة بتاعتنا. فما ترميش الشباشب القديمة بتاعتك او تتخلص منها او ترميها على جنب كده من غير ما تستفيد منها. هنقول لكم النهاردة طريقة كويسة جدا للتخلص من مشكلة الافتراس. الافتراس مشكلة كبيرة جدا، بس هي متكررة وبتحصل لكل البط في عمر شهر. قلنا ليها حلول كتيرة قبل كده، بس بتبقى حلول شوية مكلفة، اتكلمنا عنها بالتفصيل، سواء بقى ان احنا ممكن نقص المنقار او مثلا نعمل اي حلول، نقدم لهم ملح في الاكل. قلنا حلول كتيرة عن مشكلة الافتراس دي، بس النهاردة هنقول لكم حل غير مكلف تماما، حل بسيط خالص يخلصنا من مشكلة الافتراس. كل اللي عليك تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتاخد لك لفة في القناة. لو عندك اي مشكلة هتلاقي حل ليها على قناة طيور فوق السطح، ويلا بينا نعرف مع بعض ازاي نتخلص من مشكلة الافتراس عن طريق الشباشب القديمة. زي ما عودناكم الفيديوهات الأخيرة إن احنا بنتكلم عن تركات كده في الخبرة، يعني حاجات كده ايه مختلفة وجديدة ومش كل الناس بتاخد بالها منها، وفعلا اللي يعرفوها يتعدوا على الصوابع. النهاردة جايب لكم حل عبقري من الآخر للتخلص من مشكلة الافتراس. هي حيلة، فكرة، اختراع مش اي حد يكون عارفه، تقريبا احنا واعداد قليلة جدا من الناس اللي بتستخدم الحل ده علشان تتخلص من مشكلة الافتراس. هنقول لكم الحل طبعا، بس لازم تعرفوا ان الحل ده متوفر وموجود عندك وموجود في كل بيت، اي بيت في الدنيا فيه الحل ده. الافتراس بيجي زي ما قلنا على عمر شهر، هو بالظبط كده بيبقى عامل زي الطفل الصغير اللي كبر شوية وبدأ يطلع له سنان جوه بقه. لما بيطلع له سنان بيدور على ايه؟ بيدور على العضاضة. ما تفتكرش ان احنا بنتكلم كلام هزار، ده بجد هو نفس الموضوع بالنسبة للبط. البط لما بيكبر ويبقى على عمر شهر بيطلع له سنان، بيطلع له انياب ومخالب في جوه البق بتاعه، وبيحاول يعضعض في اي حاجة قدامه، وطبعا بيعضعض في الحاجات اللي تستفزه، فمش بيلاقي اي حاجة غير الريش بتاع البط اللي حواليه اللي بيبقى لونه احمر، بيبقى فيه دم، بيبقى فيه لزوجة، فبيعضعض فيه. واحنا بنفتكر ان ده افتراس بمعنى ان هو عايز ياكل، وهو مش عايز ياكل، هو بيعضعض علشان ده النمو بتاعه، هو عايز يعضعض بالسنان بتاعته اللي طلعت او اللي تكونت جواه. لازم بقى نوجد له بديل يعضعض فيه غير الريش بتاع البط اللي حواليه، لازم نخليه يلتفت لشيء تاني يخليه يعني يسيب الريش بتاع البط اللي حواليه ويعضعض فيه بداله. وده هو سر ان احنا قلنا لكم ما ترموش الشباشب القديمة بتاعتكم. الافتراس ده عبارة عن شد ريش، لون الدم بيغري البط اللي عندنا هو عمر شهر، لانه زي ما قلنا في مادة لزجة. الافتراس بيكون مشاكل وبيعمل مشاكل وامراض، وبيعمل توقف في النمو وضعف في صحة البط، وده كله بيعمل تعطل في
الانتاج، علشان كده لازم نخلي بالنا منه، علشان دورة التربية بتاعتنا سواء كانت دورة تسمين للبط او دورة تربية عموما مش تسمين ما توقفش، عشان الدورة ما توقفش لازم نعالج مشكلة الافتراس، لان هي بتفضل فترة مش قليلة ممكن تعطل النمو بتاع البط. ونعيد تاني ان الافتراس ده مش مرض، الافتراس ده ظاهرة طبيعية بتحصل للبط على عمر شهر، بس بيجيب مشاكل وبيجيب امراض، هو مش مرض بس بيجيب امراض. الحل بقى انك هتجيب الشباشب القديمة اللي انا قلت لك في اول الفيديو ما ترميهاش، هتجيبها وتوجدها في المكان اللي هم عايشين فيه، هيعضعضوا فيها بدل ما يعضوا في بعض. هتجيب الشباشب القديمة وتفرشها في المكان جنب الحيطان تحت الحيطان، تفرشها كده بس مش في الارض علشان ما يتكعبلوش فيها وتضايقهم وتعطلهم، لا هتفرشها تحت الحيطان، يعني تفرش كتير زي ما يكون عندك، هم هيعضعضوا فيها بدل ما يعضوا في بعض. او ممكن بدل ما تحطها على الارض ممكن تعلقها بمسامير في الحيطان، تمام؟ ممكن تعلقها بس تبقى يبقى ارتفاعها مش عالي علشان يطولوها، ارتفاع قريب ليهم، سواء فردة واحدة او فرد كتيرة من الشباشب على حسب عدد البط اللي عندك، وتكون الشباشب دي من الفل او الكاوتش. وزي ما باين قدامكم في الفيديو احنا حاطين الشباشب دي علشان تكون بديل للبط، بدل ما يعضعض في بعضه، بدل ما يشد ريش بعضه، وبدل ما تحصل ظاهرة الافتراس وتضر البط وتعطل نموه، هم بيعضعضوا وبياكلوا في الشباشب اللي احنا حاطينها، لان هم لقوا البديل اللي ممكن يعضعضوا فيه. بالظبط زي ما قلنا لكم في التشبيه ان هم عاملين زي الطفل اللي بينمو، الطفل اللي سنانه طلعت، بنجيب له العضاضة وبنحطها في بقه علشان يعضعض فيها وسنانه يعني ما توجعوش او ما تاكلوش، لان هو بيحتاج في الفترة دي انه يعضعض. انت كده عرفت حل وتركاية، يعني اختراع كده، فكرة مش كل الناس هتلاقي الناس يعني بتستخدمها، فياريت ما تبخلش علينا بلايك على الفيديو واشتراك في قناة طيور فوق السطح، وتاخد لك لفة في القناة لو عندك اي مشكلة بتواجهها في تربية الطيور، قلة الانتاج او امراض او اي مشاكل، او عايز اي طريقة او اي حل سحري او حل كده خبيث من تحت لتحت، افكار جديدة. احنا موجودين دايما بالحاجة اللي ليها علاقة بالخبرة بتربية الطيور، مش بس بنديلكم معلومات، فياريت ما تبخلش علينا باللايك وتفعل زر الجرس وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتاخد لك لفة، ولو ما لقيتش حل للمشكلة بتاعتك هتلاقي عندنا الكومنتات مفتوحة 24 ساعة، نزل لنا كومنت على الفيديو ده او على اي فيديو واحنا هنرد عليك في اقرب وقت بحل مشكلتك، ونشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.